الاورال كافيتي. اول حاجه عندي اوفر فيو للاورال كافيتي، ده اوفر فيو يعني نتفرج عليه نشوف هو عباره عن ايه. هنلاقي ان الاورال كافيتي بتاعنا از باوندد انتيريورلي باي ذا ليبس اند لاترالي باي ذا تشيك. طبعا الاورال كافيتي بتاعنا مقفول بالشفايف او محاط من الامام بالشفتين اللي هو الليب، اند لاترالي باي ذا تشيك اللي هي الخدود بتاعتنا. بالنسبه للتو ليبس كده هتكلم على حاجه بسيطه قوي فيها، ان هي عباره عن فليشي فولد سراوندينج ذا اورال اوريفيس دي اكوموديت ويتش ماسل. نفتكر كده مع بعض من ايام النيورو ساينس موديول اللي خدنا فيه اجزاء الهيدن نيك، يا ترى ايه العضله اللي موجوده في الابر ليب واللور ليب؟ ايه المين ماسلز اللي عاملين الفليش اوف ذا ابر اند لور ليب؟ برافو عليكم، هي الاوربيكولاريس اورس، اوربيكولاريس اورس ماسل اللي انت شايفها كده محوطه قدامنا اهي. والتو ليبس او الفليش بتاع التو ليبس ده فيه نيرفز وفيه فيسلز وفيه جلاند. خلونا نفتكر كده مع بعض يا ترى ايه النيرفز وايه الفيسلز وايه جلاندز اللي موجوده في الابر ليب واللور ليب. نفتكر كده مع بعض، حد فاكر النيرف سبلاي بتاع الابر ليب؟ ها حد فاكر يا شباب؟ نيرف سبلاي اوف ذا ابر ليب، ايه رايكم؟ نكتب كده في ورقه ورايا، نعمل جدول، نعمل الابر ليب في خانه واللور ليب في الخانه الثانيه، واول جزء من هذا الجدول هيكون النيرف سبلاي اوف ذا ليب. بالنسبه للابر ليب دي كانت بتاخد نيرف سبلاي منين؟ برافو، استنى حد بيقولها، من الانفرا اوربيتال نيرف اللي هو الكونتينويشن اوف ذا ماكسيلري نيرف. اما بالنسبه لللور ليب فكانت بتاخد من المنتال نيرف اللي كان بيخرج من هذا المنتال فوريمن كتكمله للانتيريور الفيلر نيرف اللي كان طالع من المانديبولار نيرف. يبقى الابر ليب بتاخد من الانفرا اوربيتال نيرف اللي جاي من الماكسيلري، واللور ليب بتاخد من المنتال نيرف اللي جاي من الانتيريور الفيلر اللي هو اصلا كان جاي من المانديبولار. ادي اول ديفرنس. يا ترى بالنسبه للبلاد سبلاي حد فاكر؟ انا كان عندي الفيشيال ارتري زي ما انت شايف اهو ماشي تورتوس كورس على السايد اوف ذا فيس من هنا ومن هنا، نير تو ذا انجل اوف ذا ماوث اند نير تو ذا نوز. كان بيدي انتيريور ليبيال ارتري وسوبيريور ليبيال ارتري. كنت بقول لك ان الانتيريور ليبيال ارتري بيقابل زميله اللي جاي من الناحيه الثانيه، والسوبيريور ليبيال ارتري بيقابل زميله اللي جاي من الناحيه الثانيه، بيعملوا الاثنين ارتيريال ارشز اللي انت شايفهم دول. يبقى اذا the inferior lip او lower lip بتاخد supply من ال inferior labial arteries of the facial arteries يمين وشمال، وال upper lip بتاخد من ال superior labial branches of the facial arteries يمين وشمال. حلو. طب حد فاكر ال lymphatic drainage كان عامل ازاي؟ حد فاكر ال lymphatic drainage كان عامل ازاي؟ والله ال upper lip هنطبق عليها قاعده الفيس عادي خالص، انا موجود medial to the facial vessels يبقى هصب في الساب مانديبولار ليمف نود. اللور ليب هطبق عليها القاعده ولكن مع استثناء بسيط، ان اللور ليب هتودي برضه للساب مانديبولار ليمف نود لانها موجوده ميديال للفيشيال فيسلز ما عدا السنتر اوف ذا لور ليب. السنتر اوف ذا لور ليب ودي علامه لمبه كبيره قوي تنورها في دماغك، ان السنتر اوف ذا لور ليب بتودي للساب منتال ليمف نود. يبقى كل الليبس ابر او لور بتودي للسب مانديبولار ليمف نودز ما عدا السنتر اوف ذا لور ليب بيودي للسب منتال ليمف نودز. حلو كده، عملنا ريفريشمنت سريع وراجعنا مع بعض الابر ليب واللور ليب ريجاردنج ذير نيرف سبلاي بلاد سبلاي اند ليمفاتيك درينج. طيب يا ترى التشيكس بقى الخدود هنتكلم فيها نقول ايه؟ يعني مش عايز تفاصيل زياده، هي كل الحكايه لما خدنا الديفلوبمنت اوف ذا فيس في الامبريولوجي بتاع الفرينجيال ارشز وبتاع الفيس والفرونتونيزال بروميننس والماكسيلاري بروميننس. لو تفتكر قلنا ان التشيكس ار كونتينوس وذ ذا لاترال سايد اوف ذا ليب اند نوز من جروب كده اسمه نيزو ليبيال جروب. فاكرينه النيزو ليبيال جروب ده اللي كان لازم يتقفل والا كان يبقى في حاجه اسمها اوبليك فيشيال كليب. يبقى ذا تشيكس ار كونتينوس وذ ذا ليب اند لاترال سايد اوف ذا نوز ذا نيزو ليبيال جروب اللي انا بشاور عليه ده اللي انا ماشي عليه ده الجروب التجعيده اللي موجوده في وشنا هنا دي. تمام؟ مين المصل الاساسيه اللي عامله التشيك؟ طبعا كلنا عارفين انها الباكسينيتور مصل، فاكرين؟ باكسينيتور مصل هي اللي عامله المين سكيلتون اوف ذا تشيك. هتلاقي الباكسينيتور مصل دي
من جوه الماوث، من جوه lined by mucous membrane، طبيعي جدا زي كل الماوث من جوه. اما الخد من بره بتاع حضرتك هتلاقيه متغطي بسكين، وتحت السكين هتلاقي حاجه اسمها بكال باد اوف فات اللي بتبقى ويل ديفلوبد في الاطفال الصغننين، تلاقي عنده كده خدود مقلبزه كده عشان وجود البكال باد اوف فات. وبعض الناس برضو الكبيره بتبقى منطقه الخد كده بتبقى يعني سميكه شويه بسبب وجود البكال باد اوف فات. وتحت البكال باد اوف فات دي في فاشيه قويه جدا اسمها باكوفارينجيال فاشيا، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم على البرانش بتاع الفارينكس والديب فاشيا اللي موجوده اراوند ذا باروتيد جلاند ان شاء الله. في ليتر مش موضوعنا النهارده. يبقى انا كده خدت في المقدمه كلمه بسيطه كده عن الليبس والتشيك، يعني ايه الخدود بتاعتنا، ايه الشفايف بتاعتنا. طيب لو دخلنا على الماوث من جوه بقى، يبقى انا كده عرفت من بره ان في تو ليبس عاملين له باوندريز وتو تشيكس من على الجنبين، وعرفنا الاناتومي بتاعهم. تعالى نتكلم على الديفيجن اوف ذا ورك. طبعا البكال اريا او التشيك ار سبلايد الباكسينيتور طبعا بتاخد من الفيشيال نيرف، اما السكين اوف ذا تشيكس بياخد من البكال برانش بتاع افتكر معايا المانديبولا نيرف. برافو عليك. ديفيجنز اوف ذا اورال كافيتي، لو فتحنا بقنا يا شباب هنلاقي ان الاورال كافيتي متقسم لفيستبيول واورال كافيتي بروبر. وات از ذا ديفرنس بتوين ذيم؟ بص معايا على الراجل اللي فاتح بقه ده. اي سبيس اوتسايد ذا تيس، يعني السليت لايك سبيس، الدهليز اللي موجود بين خدودك وشفايفك من ناحيه وبين اسنانك من الناحيه الثانيه، ده يعتبر الفيستبيول اوف ذا ماوث. يعني وانت قافل سنانك كده ومطبقها على بعض، اي حاجه خارج الاسنان يعني بين جدار الاسنان بتاعك الخارجي وبين خدودك من جوه وشفايفك من جوه، ده كله اسمه فيستبيول اوف ذا ماوث، اللي هو محطوط فيه التانج ديبريسور او العصايه الخشب اللي الدكتور حاطط فيها العصايه الخشب. This area is called vestibule of the mouth. ده السبيس اللي outside the teeth and the gums، يعني بين الخدود والشفايف من ناحيه وبين الاسنان بتاعت حضرتك وانت قافلها كلها داير ما يدور من الناحيه الثانيه. موجود في ايه؟ لو فتحنا كده الفيستيبيول اوف ذا ماوث وبصينا عليه هنلاقي موجود في السايد بتاعه في الجنب الاوبننج اللي انت شايفها دي بتاعت الباروتيد داكت، اللي هاخدها بالتفصيل ان شاء الله لما اتكلم على الباروتيد داكت في السليفري جلاندز ان شاء الله في محاضرات قريبه عاجله قادمه. قال لك ان الباروتيد داكت دي بتفتح قصاد الابر سكند مولر توث، بعض الناس بيسموه ماكزيلري سكند مولر توث، يعني عايز يقول لك ماكزيلري يعني الضرس رقم اثنين اللي موجود في عظمه المجزله، وعظمه المجزله هي ايه؟ هي الفك العلوي. يبقى تقول ابر سكند مولر توث، مهم قوي المكان ده عشان الام سي كيو وعشان الكيسز. تبص كده تلاقي فيه فتحه اللي بتستقبل افراز البروت الضغط من السلايفر. طيب بعد كده عندي لو فتحت بقى كده كل الشفايف، كل اللي خارج الاسنان ده كل ده دهليز، كل ده فيستبيول، كل اللي خارج الاسنان از فيستبيول. هتلاقي شفتك الفوقانيه متعلقه بفلترم، بحته كده ممبرين محترم كده او بشده اسمها ابر ليبيال فرينيولم. فرينيولم تلاقي الشفايف مفصوله كده عن الاسنان كلها، بس في النص تلاقيها متعلقه بعليقه كده في اللثه العلويه ابر ليبيال فرينيولم. هتلاقي شفتك التحتانيه فيها نفس الحركه، شدها كده لبره وبص فيها هتلاقيها ماسكه في الجمز او في اللثه بتاعتك باللور ليبيال فرينيولم برضه. تمام؟ وفي نفس الوقت لو رجعت ورا خالص ورا اخر ضروس عندي هتلاقي المجزلري تيوبروزيتي، ممكن اشوفه او احسس عليه بس بيبقى صعب شويه لانه بيبقى ورا قوي بعد اخر اسنان من ورا. وكمان عندي الفورنكس، ويا ترى ايه الفورنكس دي؟ فاكرين لما خدنا العين وعرفنا انها متبطنه كونجنكتيفا، وعرفنا ان انا لو دخلت على الجسم كده لتحت هلاقي فيه كونجنكتيفا الفورنكس اللي بيحوش الدموع بتاعتنا، هو برضه الفورنكس ده اللي الانعكاس او الريفليكشن بتاع الميوكس ممبرين المبطن للشفه من الداخل، وهو رايح كده اهو يلاقي الشفه خلصت يقوم عامل ريفليكشن عشان يغطي اللثه، فيبقى الجروف اللي تحت ده او الجحر اللي تحت ده اسمه فورنكس. اسمه ايه؟ فورنكس اوف ذا فيستيبيول. كل ده الفيستيبيول اوف ذا ماوث. طب يا ترى الاورال كافيتي بقى بروبر، من هو الاورال كافيتي بروبر؟ الاورال كافيتي اللي على ابوه بقى زي ما بيقولوا، قال لك هو السبيس
التي تحيط به الاسنان داير ما يدور، يعني هو السبيس اللي داخل اسنان حضرتك، الذي يحتوي على اللسان والذي يحتوي على سقف الحلق، يعني اللي متسقف بسقف الحلق ومتبطن من تحت بالمايلوهيود ماسل ويتعلق بداخله اللسان. يبقى اذا الكافيتي الداخلي ده اللي انا بنور فيه بالماوس ده او بنور فيه بالسهم ده، هذا الكافيتي الداخلي هو مين؟ هو الاورال كافيتي بروبر. هذا السهم الداخلي هو الاورال كافيتي بروبر اللي موجود انسايد ذا تيث. اللي موجود فين؟ انسايد ذا تيث. حلو قوي. يحتوي على التنج ويحتوي على الفلور. تمام، معلش بعتذر لكم على بس القطع اللي حصل في الانترنت من شويه، رجعنا تاني للكونكشن بتاعنا. زي ما بقول لك الاورال كافيتي بروبر ده هو الاريا اللي انسايد ذا تيث من فوق ومن تحت. جميل؟ جميل. يا ترى في ايه بقى؟ بص كده مع بعض. اهو الراجل ده فتح بقه اهو، هذا هو الاورال كافيتي بروبر. الفلور بتاعته اللي تحت اللسان مكونه بالمايلوهايويد ماسل متغطيه بميوكس ممبرين. الروف بتاعه عباره عن البلس اللي هو سقف الحلق اللي هناخده بالتفصيل بعد شويه، ويحتوي على اللسان اللي هاخده برضه بالتفصيل بعد شويه. بص معايا بقى كده، نهايه الاورال كافيتي بروبر ده هو الارش اللي انت شايفه ده، القوس اللي نازل على الجانبين ده. هذا الارش او هذا الفولد معمول بسبب وجود عضلتين، عضله يمين وعضله شمال، جايه من البلس ورايحه للسايد اوف ذا تانج. عشان كده سميناها بلاتو جلوستس ماسل، يعني متعامله ارش في الميوكس ممبرين اسمه بلاتو جلوستال ارش. ده وده بوصولي الى هذا البلاتو جلوستال ارش ينتهي الاورال كافيتي بروبر ويبدا الاوروفارينج. ويبدا ايه؟ الاوروفارينج. تلاحظ كده ان في ارش تاني مستخبي ورا اهو، عباره عن عضلتين برضو جايين من البلاتو ورايحين للفارينج، هيبقى اسمهم بلاتو فارينجيس، عاملين فولدين تانيين اسمهم بلاتو فارينجيال ارشز. بين البلاتو جلوستال ارش والبلاتو فارينجيال ارش هتلاقي البلاتاين تونسلز اللي هي اللوز بتاعتنا. تمام؟ مش عايز تفاصيل دلوقتي خالص، انا بس بعرفك ايه محيطات الاورال كافيتي بروبر. بص بقى، هلاقي كمان في الاسنان واللثة. اللثة دي عباره عن فايبرس تيشو كفرد باي ايبيثيليوم او ميوكوس ممبرين اند فيرملي اتاتشد تو ذا الفولار مارجن بتاعك او الفك اللي راشق فيه الاسنان. دي اللثه. طبعا اللثه الفوقانيه الابر جامز مع الاسنان العلويه بتاخد نيرف سبلاي من السوبيريور الفولار نيرف ومن الجريتر بالاتاين والنيزو بالاتاين نيرف. السوبيريور الفولار ده كان جاي من الماكسيلري، الجريتر بالاتاين والنيزو بالاتاين نيرف دول كانوا جايين من السيرجو بالاتاين جانجليون. ونرجع نراجع النيورو ساينس، الاناتومي كله مرتبط ببعضه. اما اللور جامز او اللور تيث بياخدوا من الانتيريور الفولار اند لينجوال نيرفز، والاثنين جايين من المانديبولار نيرف وبالتحديد البوستيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. تمام؟ بالاماره كان الانتيريور الفولار ده بيتدكك في المانديبول ويمشي جواه عشان يغذي الاسنان التحتانيه مع اللثه التحتانيه. طبعا الروف بتاع الاورال كافيتي بروبر هو البلت، يتكون من هارد بلت وسوفت بلت، هاخده بعد شويه ما تستعجلش. والفلور بتاعه يتكون من المايلوهايويد ماسل، معاك ورقه وقلم وانقل ورايا كل علامات الاستفهام عشان تفضل مفهوم. لو رفعنا اللسان بقى وبصينا على الفلور اوف ذا ماوث وشفنا فيه ايه، الراجل ده عامل ريفليكشن لسانه لفوق، ارفع لسانك لفوق كده، بص هتلاقي اللسان نفسه ممسوك في الفلور اوف ذا ماوث في حاجه اسمها فرينيولام اوف ذا تانج، زي ما كانت الشفايف ممسوكه في اللثه بالفرينيولام اوف ذا شفايف. عندي الاندر سيرفيس اوف ذا تانج ماسك في الفلور اوف ذا ماوث بالفرينيولم اوف ذا تانج. وعلى الجنبين هتلاقي في ترانسفيرس فولد كده اسمهم سابلينجوال فولد. هذه السابلينجوال فولد زي ما تكون حاطط حاجه كده تحت السجاده او حاجه كده تحت المقشه، سوري، حاجه تحت السجاده او حاجه تحت الملايه، هتلاقي السجاده خدت شكل الحاجه اللي موجوده تحتها دي، فتعرف ان دي حاجه تحتها. هذا الفولد هو الميوكس ممبرين، وجود السابلينجوال سليفري جلاند تحتيه فرفعته فعمل السابلينجوال فولد. هذا السابلينجوال فولد يشير الى وجود السابلينجوال
سليفري جلاند، يبقى انا هلاقي ايه في الفلور اوف ذا ماوث اول ما الراجل ده ما يرفع لسانه لفوق، هلاقي الفرينيولوم اوف ذا تانج اللي رابط الاندر سيرفيس اوف ذا تانج في الفلور اوف ذا ماوث، وهلاقي على الجانبين السب لينجوال فولد الذي هو عباره عن فولد مغطي السب لينجوال سليفري جلاند، واحد يمين واحد شمال زي ما انت شايف. وبعدين هلاقي ايه، سامع معايا بقى الدوائر اللي باللون الاحمر، هلاقي حاجه اسمها السب لينجوال بابيلي on either sides of the frenulum of the tongue، على جانبي الميدل لاين بالظبط هتلاقي في اليفيشن كده اسمه سب لينجوال بابيلي، بابيلا يمين وبابيلا شمال، ورم كده تورم اسمه سب لينجوال بابيلا. عند هذا السب لينجوال بابيلا بتفتح فتحه السمانديبولار سليفري جلاند. يبقى انا دلوقتي جمعت لك في الاورال كافيتي فتحات السليفري جلاندز الثلاثه، الباروتيد جلاند كانت بتفتح في الدهليز او في الفيستيبيول اوف ذا ماوث قصاد الابر سكند مولر تو، السب لينجوال سليفري جلاند بتفتح بدكت كتيره في السب لينجوال فولز، اما السب مانديبولار سليفري جلاند فبتفتح في السب لينجوال بابيلا، السب لينجوال السب مانديبولار دكت بتفتح في السب لينجوال بابيلا. ماشي يا شباب؟ جميل جدا. وكده يبقى خلصنا اول جزء من محاضره النهارده اللي هو الاورال كافيتي، دردشنا فيه مع بعض، عرفنا ان الاورال كافيتي ده متحوط من قدام بالشفايف باللب ومن على الجنبين بالتشيك، دردشنا شويه على العضلات اللي موجوده في اللب اند التشيك، دردشنا شويه وافتكرنا مع بعض النيرف سبلاي والبلاس سبلاي والليمفاتيك برين بتاعهم، دخلنا على الاورال كافيتي من جوه لقينا وجود الاسنان جدار داير ما يدور اسملي الاورال كافيتي الى جزئين، جزء اسمه فيستيبيول الذي يقع بين الخدود وبين السطح الخارجي للاسنان سميناه فيستيبيول، موجود داير ما يدور اوت سايد ذا اسنان، اما الجزء اللي كان انسايد ذا اسنان سميناه اورال كافيتي بروبر، اتفرجنا على سقفه وعلى الفلور بتاعه وخدنا كلمتين على الجامز اللي هي اللي عامله بقى الجدار نفسه الفاصل بين الاورال كافيتي بروبر وبين الفيستيبيول الاسنان والجامز، وعرفنا النيرف سبلاي بتاعهم، وقلنا لو بصينا في الفلور اوف ذا ماوث هنشوف. تعالوا بقى نتكلم على اول اورجن موجود في الاورال كافيتي بروبر اللي هو التنج، اللي هو ايه يا شباب؟ التنج. ما هو تعريف التنج؟ ما هو تعريف التنج؟ عايز اسمع اوفر فيو اوف ذا تنج. ذا تنج از ماسكولار اورجن كفرد باي ميوكس ممبرين، كله عباره عن قطعه من اللحم، قطعه من الفليش، قطعه من العضلات، قطعة من العضلات التي تغطى بميوكوس ممبرين، له وظائف مهمة جدا، تيست التذوق، ديجليتيشن عملية البلع وتقليب الطعام قبل عملية البلع، والسبيتش الكلام طبعا طبعا، يبقى تيست ديجليتيشن اند سبيتش. ادي شكل اللسان قدامك، ولو عايز توصف هذا الشكل اللذيذ توصفه ازاي؟ قول لي والله يا دكتور انا عندي لو ايبكس من قدام ولو روت او لغليغ من ورا ولو بودي اللي هو الجسم كله ولو اثنين سيرفيسز، سيرفيس ظهري دورسال سيرفيس اللي انا شايفه ده وسيرفيس فنترال او انفيريور اللي انا ما بشوفوش الا لما برفع لساني لفوق وابص في المرايه واشوف. بالنسبه للايبكس فهي الجزء الحر الطليق اللي موجود قدام دايركتد انفيريورلي اند تاتشنج ذا لور انسايزور تيث، يعني بتبقى لمسه الاسنان الوسطانيه او القوارض التحتانيه. وانت قافل بقك كده تحس ان التيب اوف ذا تانج سانده كده على الانسايتور تيس بتاعتك. تمام؟ اما الروت فهو الجزء المثبت الخلفي اللي هو اتاتشد للمانديبل والهايويد بون. جميل. اما الدورسال سيرفيس فهو الراف سيرفيس اللي انت شايفه قدامك ده. لوجود حاجه اسمها بابيلي وبراعم تذوق هنعرفها بعد شويه. اما الفنترال سيرفيس اللي من تحت لو كلنا بصينا في المرايه ورفعنا لساننا لفوق وبصينا على الاندر سيرفيس اوف ذا تانج او الانفيريور سيرفيس اوف ذا تانج او الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج هنلاقيه بنلمع جليسنج كده سموث قوي. عايزين نتكلم على شويه تفاصيل عن كل سيرفيس من دول. بص معايا كده. قال لك الفنترال سيرفيس او الانفيريور سيرفيس او اللميع اللي بيلمع الناعم، لما رفعنا لساننا وبصينا فوق في السلايد اللي قبل اللي فاتت، رفعنا لساننا لفوق وبصينا في المرايه في السلايد اللي قبل اللي فاتت، لقينا حاجات في الفلور اوف ذا ماوث اللي هي
الفرينيولام اوف ذا تانج مع السابلينجوال فولد مع السابلينجوال بابيلي، صح؟ ايه بقى اللي موجود في اللسان شخصيا؟ هتلاقيه بيلمع كده وفي الفرينيولام برضو اهي. ايه اللي في الميدل لاين؟ ذا فرينيولام لينجوي اللي ماسكه الاندر سيرفيس اوف ذا تانج في الفلور اوف ذا ماوث. تمام. على جانبي هذه الفرينيولام هلاقي حاجه اسمها ديب فين اوف ذا تانج او ديب لينجوال فين على الجنبين. لما نتكلم على الفينس درينج اوف ذا تانج هنعرف ان في حاجه اسمها ديب لينجوال فين بيبدا في الاندر سيرفيس اوف ذا تانج وبعدين بيمشي سكه كده هنعرفها بعد شويه. اطلع لاترالي اكتر واكتر هتلاقي حاجه اسمها فيمبريتد فولد اوف ذا تانج، هتلاقي لسانك فيه خطوط كده موازيه لبعضها بالعرض كده من فوق لتحت، خطوط خطوط خطوط، فعشان كده سموه فيمبريتد فولد. هو ده الانفيريور سيرفيس او الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج. طب نرجع نادي اللسان تاني ونبص في المرايه عادي خالص، اهو بقى الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج هتلاقيه متقسم لانتيريور 2 ثيردز وبوستيريور 1 ثيرد بسبب وجود سلكس عامله زي حرف البي اسمها سلكس تيرميناليس. هذه السلكس تيرميناليس تفصل تماما او هي علامه سيباريشن between the anterior two thirds of the tongue and the posterior third of the tongue اللي بيبقى ليهم نيرف سبلاي مختلف عن بعض، بيبقى ليهم امبريولوجيكال اوريجن مختلف عن بعض، بيبقى ليهم اناتوميكال ستراكشر مختلف عن بعض. سبحان الله. السلكس تيرميناليس عامله زي حرف البي، الايبكس بتاعتها متجهه الى الخلف وبنعلمها بالفورامن سيكم. حد فاكر ايه الفورامن سيكم ده؟ اه يا دكتور ده احنا لسه واخدينه في الموديول اللي فات على طول مع الثايرويد جلاند. لما اتكلمنا عن a development of the thyroglossal duct وقلنا انها بتبدا ك diverticulum كده او downward impression من عند منطقه الفورامن سيكم وتنزل الدكت بقى تمشي in front of the hyoid bone وبعدين ترجع تلف ورا الهايويد بون وتنزل تبقى in front of the larynx وبعدين يطلع لها الاثنين لوب تحت. يبقى وجود الفورامن سيكم عند الابكس اوف ذا سالكس تيرميناليس بيوري لي بدايه الثايروجلوستال دكت. حلو. الانتيريور تو ثيرد اسمهم الاورال بارت اوف ذا تانج لان هم موجودين في الاورال كافيتي بروبر انتيريور تو ذا بلاتو جلوستال ارشز. يعني انا لسه في الاورال كافيتي. اما البوستيريور ثيرد موجودين بعد البلاتو جلوستال ارشز يعني موجودين في الاوروفارينج. عشان كده بسميهم ذا فارينجيال بارت اوف ذا تانج. يبقى الانتيريور تو ثيرد بسميهم اورال بارت اوف ذا تانج، اما البوستيريور ثيرد بسميه ذا فارينجيال بارت اوف ذا تانج. تمام؟ تلاقي فيه ابيجلوتس ورا بالمنظر اللي انت شايفه ده، هتلاقي فيه فولد ماسكه الروت اوف ذا تانج بهذا الابيجلوتس. الميديان روت ده اسمه ميديان جلوسو ابيجلوتيك فولد اللي انا ماشي عليه بالسهم ده، والاثنين لاترالي دول اسمهم لاترال جلوسو ابيجلوتيك فولد، والتو ديبريشنز دول يبقى اسمهم فاليكولي. التو ديبريشن دول يبقى اسمهم ايه؟ فاليكولي. تمام؟ هناخدهم ان شاء الله لما ناخد الفارنكس بالتفصيل، ما تشغلش بالك بالكلام اللي قلته لك في الاخر ده دلوقتي. حلو. عايزين نقارن بين الانتيرو تو ثيردز اند بوستيرو ثيرد اوف ذا تانج بمنتهى البساطه. هنقول ان الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج متقسم بالسالكس تيرميناليس انتو انتيرو تو ثيرد اند بوستيرو وان ثيرد. الانتيرو تو ثيرد اسمهم الاورال بارت اوف ذا تانج. الصورة دي بقى عكس الصورة التانية، ازاي؟ أنا هنا باصص على الراجل ده من فوق ودي شفته التحتانية، يبقى كده انتيريور وهنا ورا كده بوستيريور، تعالى نكتبها عشان ما نسرحش. هنكتب هنا انتيريور وما تسرحش معايا، وهنكتب ورا هنا بوستيريور، اتفقنا؟ أهو بوستيريور. ماشي يا شباب؟ حلو قوي. نجيبها كده بعيد عن الكتاب عشان تبقى تمام. يبقى انا كده ظبطت الانتيريور والبوستيريور. ادي السالكس تيرميناليس الايبكس بتاعتها باصه لورا فيها فورامن سيكم. ادي الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج. قال لك الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج اسمهم الاورال بارت اوف ذا تانج انتيريور تو ذا بلاتو جلوسال ارشز، موجودين في الاورال كافيتي مش في الاوروفارينج. بيبقوا ثيك، بيحصل لهم ديفلوبمنت من الفيرست فارينجيال ارش، حاجه اسمها تيوبيركولم انبار واثنين لاترال سويلنج كده هنعرفهم بعد كده، ما تشغلش بالك بالكلام دلوقتي. اعرف بس ان هم من الفيرست فارينجيال ارش. وتك ورف عشان بيبقى فيهم بابيلي. هذه البابيلي او هذه الخملات ليها انواع.
او النوع اسمه فاليت بابيلي. الفاليت بابيلي ده موجود قصاد السالكس ترمينالس فقط فقط. في نوع تاني اسمه فانجي فورم بابيلي. فانجي فورم بص عامله ازاي، فانجي فورم زي الاصابع التخينه كده، بتبقى موجوده على السايد اند تيب اوف ذا تانج. في حاجه ثانيه اسمها فيلي فورم او فايلي فورم بابيلي، عامله زي الشعيرات كده، دي بتبقى موجوده في السنتر اوف ذا تانج. تمام. في بقى حاجه اسمها فولييت بابيلي برضو موجوده في اللاترال اسبكت اوف ذا تانج. بص البابيلي دي شغل هيستولوجي مش شغل اناتومي خالص، انا ذكرتها عشان موجوده في الصوره قدامك. وعايز اقول لك ان البابيلي دي كلها فيها تيست بادز اكسبت الفايلي فورم بابيلي، ما فيهاش تيست بادز، ما فيهاش براعم تذوق. الخشونه بتاعت الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج بتساعد في الفيرست ستيج اوف ديجلوتيشن، يعني بتساعد في انها تقلب الاكل وتوديه لورا يعني وتضغط عليه في الفيرست ستيج اوف ديجلوتيشن. هناخد ستيجز اوف ديجلوتيشن ان شاء الله بالتفصيل لما نخلص الماوث والبلت والاسوفجس كمان والفم. طيب لاحظ التايبز اوف لينجوال بابيلي اند ذير ديستريبيوشن، ودي قلتها خلاص. اما البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج، اذا كان الانتيريور تو ثيرد اسمهم اورال بارت، فالبوستيريور ثيرد اسمه فارينجيال بارت. البوستيريور ثيرد اسمه ايه؟ فارينجيال بارت. حلو. لو كان الانتيريور تو ثيرد بيديفلوب من الفيرست فارينجيال ارش، فالبوستيريور ثيرد بيديفلوب من الثيرد اند فورث فارينجيال ارش. اذا كان الانتيريور تو ثيرد ثيك اند رف، البوستيريور ثيرد از سموث اند ثين بس فاينلي نوديولر، في نوديولز رفناعه كده فاين نوديول. هذه الفاين نوديولز ما هياش خشنه زي البابيلي، لا دي فاين نوديولز لامعه جليسرنج كده، دي اللي بنسميها لينجوال تونسلز. دي اللي بنسميها ايه؟ لينجوال تونسلز، اللوز اللسانيه لمفاتيك تيشو. طبعا بيبقى سموث وريتش ميوكس جلاندز، عشان كده بيساعد في بالبلدي كده زحلقت او زفلطت البولس اوف ذا فود. لما بنعمل بعد ما يعني في نهايه الفيرست ستيج اوف ديبليتيشن كده، اللسان من قدام قام رامي البولس على البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج، وجود الزحلقه والميوكس جلاندز الكتير في البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج وانه ناعم وتم، هوب بتقوم البولس اوف ذا فود هوب تنزل في البلعوم وتروح للاسوفجس وتتبلع بسهوله. حلو. ده احنا كده خدنا مقارنه بين anterior to third of the tongue and posterior third. تعالى بقى نتكلم على skeleton of هذا tongue. skeleton of هذا tongue زي ما قلنا it's muscular organ. musculature of the tongue. it's muscular organ. يحتوي هذا tongue على two types of muscles. تعالى كده نتكلم، هو tongue وظيفته ايه؟ وظيفته تقليب الطعام وبيساعد في الديجليتيشن في عمليه البلع، وبنتكلم بيه في السبيتش وبنتذوق بيه. سيبك من التذوق، ولكن عشان تكلم حد بلسانك، عشان تتكلم يعني، او عشان تقلب الاكل يمين وشمال وبعدين تقلبه على ورا عشان يتبلع بالبلدي كده، انت محتاج نوعين من العضلات بمنتهى البساطه. اول نوع من العضلات تقوم بتحريك اللسان يمينا ويسارا واعلى واسفل، تحريك اللسان وربط اللسان في الاورجنز المجاوره او في العظام المجاوره. يبقى اذا لازم العضلات دي تكون جايه من خارج اللسان وتعمل انسرشن في اللسان، عشان كده هنسميها extrinsic muscles of the tongue. extrinsic muscles of the tongue. طيب النوع الثاني من العضلات اللي بيحتاج ان انا اغير الشيب اوف ذا تانج، اغير الشيب يعني اخلي اللسان يطول، اخليه يقصر، اخليه يتبطط، خليه يتلف على نفسه لفوق، يتلف على نفسه لتحت. يبقى اذا محتاج عضلات تخرج وتدخل وتكون جايه ورايحه في الطنج، واخده اوريجن من الطنج ورايحه تعمل انسرشن برضه في الطنج، ساعتها هسميها انترنسك ماسلز اوف ذا طنج. كده عرفت نوعين العضلات بمنتهى البساطه. لو خدنا كات سكشن كده في الطنج زي ما انت شايف الصوره دي رائعه، هتلاقي في فايبرس سيستم في النص كده قسمه الطنج انتو رايت هاف اند ليفت هاف، وليها شكل باين هي راشقه فيه كده زي ال هنقول ايه، زي اللوح المعدني كده راشقه في الطنج، واسماه كله من اوله لاخره رايت هاف وليفت هاف، وحتى شكلها من فوق الجروف اللي فوق ده بيبين الابر بوردر بتاعها، ده البوستيريور بوردر. هو لما قطعنا شفناه
بقت انواع العضلات عندي في كل نص اكسترنسك ماسل تغير البوزيشن اوف ذا تانج، يعني تحركه بوزيشن، يعني كان يمين توديه شمال، كان قدام ترجعه لورا، وهكذا. جايه من البلات هسميها بلاتو جلوسس، جايه من الستايلود بروسس اوف ذا سكال هسميها ستايلو جلوسس، جايه من الهايود بون هسميها هايو جلوسس، جايه من الجينيال تيوبركلز اوف ذا ماندبل هسميها جينيو جلوسس. يعني بالبلدي كده عضلتين جايين من فوق وعضلتين جايين من تحت. الاثنين اللي جايين من فوق بلاتو جلوسس وستايلو جلوسس، الاثنين اللي جايين من تحت هايو جلوسس اند جينيو جلوسس. رائع. اما بالنسبه للانترنسك ماسلز اوف ذا تانج هم اربعه برضه. بيغيروا الشيب اوف ذا تانج، يعني يقصروه شورتنينج برودنينج او فلاتنينج، يبططوه يخلوه يعرض يخلوه يقصر وهكذا. سوبيريور لونجيتيودنال ماسل اند انفيريور لونجيتيودنال ماسل. بص كده لما قطعتها كات سيكشن بانت قصادي دواير لانها عباره عن فيتل لونجيتيودنال. سوبيريور لونجيتيودنال اند انفيريور لونجيتيودنال، تمام؟ السوبيريور ناحيه الابر سيرفيس والانفيريور ناحيه اللور سيرفيس. بعدين عندي ترانسفيرس، اهي عضله ماشيه بالعرض، ترانسفيرس فايبر ماسك الرايت سايد بالليفت سايد، ترانسفيرس فايبر اند فيرتيكال فايبرز ماسك الابر سيرفيس باللور سيرفيس. يبقى انا عندي سوبيريور لونجيتيودنال ماسك الايبكس بالروت من فوق، وانفيريور لونجيتيودنال ماسك الايبكس بالروت من تحت. في كل فانج زي ما انت شايف منتشرين. عندي واحده ترانسفيرس ماسكه السايد اوف ذا تانج بالسبتم، والثانيه ماسكه السايد اوف ذا تانج من الناحيه الثانيه بالسبتم. عندي فيرتيكال ماسكين الابر سيرفيس اوف ذا تانج باللور سيرفيس اوف ذا تانج، تمام؟ تعالوا نتفرج على كل عضله منهم، نعرف اوريجين وانسرشن، ونتخيل مع بعض الاكشن. بص كده الرسمه الجميله هي بتاعت الاربعه اكسترنسك ماسل. زي ما قلت لك عندك اثنين جايين من فوق، جاي من السوفت بلد بلاتو جلوسس، من الستايلويد بروسس ستايلو جلوسس. الاثنين جايين من تحت، من الجينيال تيوبركل اوف ذا ماندبل، من الانر سايد اوف ذا سيمفيز من تاي لحد الاندر سيرفيس اوف ذا تانج هسميها جينيو جلوسس، ومن الهايويد بون لحد التانج هسميها هاي جلوسس. نبدا باول واحده اللي هي الجينيو جلوسس. ليه يا دكتور اشمعنى بدات بالجينيو جلوسس؟ علشان الجينيو جلوسس بين قوسين كده اكتبها عندك مهمه جدا. The main bulk of the tongue. The main bulk of the tongue. Genioglossus. بص بقى عامله ازاي؟ جايه من السوبيريور جينيال تيوبيكلز اوف ذا انر اسبكت اوف ذا ماندبل. اوف ذا بودي اوف ذا ماندبل. وطالعه تمسك في كل الاندر سيرفيس اوف ذا تانج من اوله لاخره. كل الاندر سيرفيس اوف ذا تانج، ذا هول اندر سيرفيس اوف ذا تانج من اوله لاخره، زي المروحه كده زي ما انت شايف. هذه الجينيوجلوسس هي اللي عامله المين بالك اوف ذا تانج. لو عملت كونتراكشن كده هتخلي التانج ده يطلع لبره، بروتروجن اوف ذا تانج، يعني لو الاثنين اليمين والشمال اشتغلوا مع بعض يخلوا لسانك يطلع بره في خط مستقيم، بروتروجن اوف ذا تانج، يعني من الاخر يخلوك تطلع لسانك. لو كل واحده اشتغلت لوحدها هتزق اللسان للاوبوزيت سايد. طبعا صعب قوي الواحد يشغل كل واحده لوحدها، ولكن انا بستفيد في النقطه دي بان لما بيكون في هايبوجلوستال نيرف انجري، نفتكر مع بعض اللاست فور كرينيال نيرف في النيورو ساينس موديول، لما بيبقى في هايبوجلوستال نيرف انجري اللسان بيشير الى الناحيه المصابه لانه بيتزق بالناحيه السليمه، تلاقي التب بتاعته تروح تبص في الناحيه المصابه، وهنشوف الكلام ده بعد شويه في ابلايد اناتومي سلايد ظريفه كده. يبقى ادي الجينيوجلوست او الواحده. العضله اللي بعدها اللي جايه من تحت اسمها هايو جلوسس، جايه من جريتر هورن اوف هايويد بون، وطالعه تمسك في السايد اوف ذا تانج. بس يا ترى كل السايد اوف ذا تانج؟ بص على الصوره واتكلم احفظ. اه يا دكتور لا، دي الهايو جلوسس طالعه عشان تمسك في البوستيرور هاف بس بتاع السايد اوف ذا تانج، اهو هي دي هايو جلوسس. جايه من تحت لفوق وماسكه في البوستيرور بارت اوف ذا سايد اوف ذا تانج بس، فلما تيجي تشد هتعمل ديبريشن اوف ذا تانج، تنزل اللسان ده لتحت. طيب يا ترى في ريليشنز مهمه لهذه الهاي جلوسس ماسل؟ من اهم الكويشنز اللي ممكن تيجي لك. هو دايما بيقول لك there is no relation، او مش مطلوب عليك ريليشنز، بس الهاي جلوسس بالذات، الهاي جلوسس بالذات زي الاسترنوماستويد كده في النيورو ساينس، مهم قوي اعرف ايه اللي سوبرفيشال ليها وايه اللي ديب ليها، وسهل قوي قوي. مش دي الهاي جلوسس؟ هتلاقي نزل عليها سوبرفيشال من فوق الستايلو جلوسس ماسل، والمايلو هايود بتبقى قافله عليها من بره،
بما انها بتبقى طالعه من المايلوهايود لاين اوف ذا ماندبل اللي انا كسره هنا اصلا. يبقى في عضلتين سوبرفيشال للهاي جلوسوس اللي هي الستايلوجلوسوس موسل اند مايلوهايود اللي مش باينه في الرسمه لاني كاسر الريموس اوف ذا ماندبل. حلو. وفي نيرفين سوبرفيشال ليها اللي هو اللينجوال نيرف اللي معلق السب مانديبولار جانجليون، وكمان الهايبوجلوستال نيرف بالاثنين فينا كومتنس الماشين معاه، وهنعرف مين الاثنين فينا كومتنس الماشين معاه بعد شويه. طب يا ترى في ايه تاني سوبرفيشال للهاي جلوستوس ماسل؟ السب مانديبولار جلاند اند اتس داكت. ذا ديب بارت اوف ذا سب مانديبولار جلاند اند اتس داكت. سي ليتر لما ناخد ان شاء الله السب مانديبولار سليفري جلاند بالتفصيل. يعني كانك بتقول هو في نيرفين لينجوال وهايبوجلوستال سوبرفيشال للعضل. في عضلتين ستايلوجلوستوس ومايلوهايوز. في اثنين سب مانديبولار جلاند اند جانجليون. حلو حلو يا دكتور. طب يا ترى العضله دي مغطيه ايه؟ بص قدام مغطيه عضله اسمها جينيو جلوستوس، صح؟ الجينيو جلوستوس ديب تو ذيس ماسل مستخبيه تحتها اهو. وفي نيرف تاني نميس اهو مستخبي، الجلوسو فارينجيال نيرف اللي هو النيرف رقم 9. جلوسو فارينجيال نيرف فين النيرف رقم 9؟ مستخبي اهو بين الجينيو جلوستوس وبين الهاي جلوستوس اهو، شايفه؟ عشان كده شفاف شويه. وكمان اللينجوال ارتري اهو، اللينجوال ارتري مع الدورسال لينجوال فينز بعد كده. وطبعا في ستايلوهايود ليجامنت نازل كده من الستايلوهايود بروسس رايح للهايود فيعدي ميديال تو ذيس ماسل. يبقى انا عندي حاجات لاترال تو ذا ماسل او سوبرفيشال ليها عشان بس ما يلعبش معاك في الام تي كيو، وحاجات ميديال تو ذا ماسل او ديب ليها يعني هي مغطياها، اند ريليشنز اوف هاي جلوس اوف ماسل، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، مهمه جدا في الام تي كيو. تمام؟ حلو. نرجع تاني للعضلتين بقى اللي نازلين من فوق. ستايلوجلوستوس اند بلاتوجلوستوس. ستايلوجلوستوس جايه من الستايلويد بروسس اوف ذا سكال ورايحه تمسك في كل سايد اوف ذا تن، كل سايد اوف ذا تن. وطبعا عضله زي دي لو عملت اكشن هترفع التنج لفوق. اليفيشن، ولو التنج ده طالع بره هترجعه جوه، هتعمل له ريتراكشن. بكل بساطه عضله جايه من فوق رايحه تمسك في التنج، فهترفع التنج لفوق. او تعمل له ريتراكشن كده upward and posterior. تمام. واخيرا ذا بلاتو جلوستوس ماسل اللي جايه من السوفت بلات ورايحه تمسك في السايد اوف ذا تانج، بس فين بالظبط؟ في النقطه دي. ايه النقطه دي؟ واحد ذكي بقى كده مصحصح معايا يقول لي استنى يا دكتور، هي مش البلاتو جلوستال ماسل دي اللي كانت عامله البلاتو جلوستال ارش اللي كان بيفصل الاورال كافيتي عن الاورو فارينكس؟ اقول له اه. يقول لي بس يبقى دي رايحه تمسك في السايد اوف ذا تانج في النقطه الفاصله بين الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج اند بوستيريور ثيرد اوف ذا تانج. اقول له برافو عليك، فعلا بتمسك ات ذا جانكشن بتوين انتيريور تو ثيرد اند بوستيريور ثيرد اوف ذا تانج، وعضله زي دي هترفع البوستيريور اند اوف ذا تانج لفوق، وهيبقى ليها فايده مهمه جدا انها ترفع البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج لفوق او تنزل السوفت بالات لتحت، المحصله ان البلت يزنق على الطنج فالبولس اوف ذا فوت تتزحلق وتنزل في الفارس. تمام؟ يبقى ليها فايده مهمه في الديجلوتيشن، وفي نفس الوقت بتقفل الاورو فارينجيال اسمس، يعني بتفصل او بتقفل الاورا الكافيتي عن الاورو فارس. اهي وادي شكل الرايت بلاتو جلوستس ماسل متغطيه بالبلاتو جلوستال ارش اليمين، وادي البلاتو جلوستوس ماسل متغطيه بالبلاتو جلوستال ارش الشمال. يبقى كده انا ماشي داير ما يدور، بقفل الاورال كافيتي وبفصله عن الجزء اللي وراه اللي اسمه اورو فارينكس اللي فيه فولد تاني جاي من السوفت بلات رايح للفارينكس اسمه بلاتو فارينجيال فولد يمين وبلاتو فارينجيال فولد شمال. بين البلاتو جلوستال فولد والبلاتو فارينجيال فولد لاترالي عندي البلاتاين تونسل. يبقى انا سمعت النهارده عن تو تايبس اوف تونسلز، بلاتاين تونسلز موجودين في الحته دي بين الاثنين ارش اللي قدامه اللي ورا يمين والاثنين ارش اللي قدامه اللي ورا شمال، واللينجوال تونسلز اللي موجوده في البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج في الفارينجيال بارت اوف ذا تانج. تعالوا بقى نتكلم على الانترنسك ماسلز، ودي لذيذه قوي 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 هتعجبكم جدا، وكل واحد ممكن يقف كده قدام المرايه ويجرب حركات التانج بتاعته ويشوف مين الانترنسك ماسلز اللي قويه عنده ومين اللي مش قوي. قال لك السوبيريور لونجيتيودنال ماسل اهي ماشيه بالطول كده، رابطه الايبكس
بالبيز اوف ذا تانج تحت السوبيريور سيرفيس، فلو عملت كونتراكشن بذمتك هتقلب التانج لفين؟ هتقلبه لفوق، يعني هتعمل ابورد درولينج اوف ذا تانج، وممكن تاثر التانج، هتشد قدام ورا، هتقرب الايبكس وهتاثر التانج، يبقى شورت ذا تانج اند رولز اتس ايبكس ابورد عشان تخلي الابر سيرفيس كونكيف سيرفيس. طب تعالوا نتفرج كده زي مين؟ زي البنوته دي كده، دي عامله كونتراكشن في السوبيريور لونجيتيودنال ماسل بتاعتها، عملت ابورد رولينج للتيب اوف ذا تانج وخلت الدور سم اوف ذا تانج كونكيف. رائعه. طب الانفيرور لونجيتيودنال بنفس النظريه، هي موجوده ناحيه الانفيرور سيرفيس، برضه هتعمل شورتنينج اوف ذا تانج، هتقرب التيب للبيز فتعمل شورتنينج، هتاثره، ولكن ممكن جدا تعمل داونورد رولينج اوف ذا تيب اوف ذا تانج لتحت، فتخلي الدورسم ايه؟ كونفكس، زي الولد الشطور ده اهو، تقريبا مامته بتديله لبن يشربه او حاجه، بتقول له اشرب، لا هو ما بيحبش ريحه اللبن، او في اكله معينه ما بيحبهاش، فعمل لها الحركه دي. يعني عمل داونورد رولينج اوف ذا تيب اوف ذا تانج وخلى الدورسم اوف ذا تانج كونفكس، يبقى دي الانفيريور لونجيتيودنال ماسل. رائعه برضه. تعالى بقى للترانزفيرس. ترانزفيرس ماسل بتربط السايد بالسبتم والسايد الثاني بالسبتم، صح؟ فلو عملت كونتراكشن الى الداخل هتضيق التانج، هتخليه نارو، فتقوم مخليه ارتفاع التانج يزداد، ميكنج اتس هيت مور، يزداد في الارتفاع بتاعه، يزداد الى اعلى. وممكن جدا تعمل سايد رولينج اوف ذا تانج فروم سايد تو سايد، وتخلي التانج مبروم لفوق كده وملفوف زي الورقه الملفوفه او زي اللوحه الملفوفه. ناس كتير ممكن يكونوا بيعرفوا يعملوا الحركه دي. اما بالنسبه بقى للفيرتيكال ماسل اللي ماسكه فوق بتحت، لو عملنا شورتنينج للماسل فايبرز اللي ماسكه الابر سيرفيس باللور سيرفيس بمنتهى البساطه، التانج هيحصل له فلاتنينج وهيحصل له برودنينج، هيعرض، ولكن الهيت بتاعه هيقصر تو ميك اتس هيت لو او شورتر. يبقى انا لو قفلت على التانج من الناحيتين الطول بتاعه هيطول، لو شديت وقربت الابر سيرفيس باللور سيرفيس الطول بتاعه هيقصر. اظن كده مفيش احسن من كده في الاكشنز اوف ذا تانج اكسترنسك وانترنسك. خلي بالك ان كل المسلز اوف ذا تانج ار سبلايد باي ذا هايبوجلوسال نيرف اكسبت البلاتوجلوسس مسل سبلايد مع المسلز اوف ذا بالات الفيجو اكسسوري كومبلكس فيجوس اند اكسسوري الفارينجيال بلكسس. تعالى بقى كده نتفرج على الهايبوجلوسال نيرف انجري، هيحصل باراليسيس للمسلز اوف ذا تانج. مين العضله اللي عامله المين بالك اوف ذا تانج؟ الهايجينوجلوسس. جميل، الجينوجلوسس دي الاثنين لو شغالين اللي حصل في الكونكشن، هنكمل عادي وهعيد المعلومه تاني كاننا لسه ما قطعناش ولا حاجه. لما يحصل مشكله في هايبوجلوستال نيرف هيحصل باراليسيس للمسلز اوف ذا تانج، وانا عندي المين بالك معمول بالجينيوجلوستس ماسل. الجينيوجلوستس ماسل لو الاثنين شغالين كويس التانج هيبروترود في السنتر بالظبط، هو تقول لي العيان طلع لسانك، هيطلع لسانه في السنتر بالظبط. لكن لو عندي واحده بارالايزد والثانيه سليمه فيحصل بوشنج للتانج تو ذا افكتد سايد، لانه هيبقى بوشت باي ذا ماسلز اوف ذا نورمال سايد، هيبقى افكتد او بوشت باي ذا ماسلز اوف ذا نورمال سايد عشان يشاور على الافكتد سايد. بص معانا على الصوره دي كده، الراجل ده قلت له طلع لسانك يا بابا عادي عشان بنعمل نيورولوجيكال اكزامينشن، فطلع لسانه فلقينا الرايت سايد اوف ذا تانج هيلثي وكويس خالص اهو منتفخ، وزق النص بتاع التانج اللي مش شغال ناحيه الشمال، يبقى كده العضلات اليمين هي اللي شغاله وقامت زق التانج وخلت التيب تبص شمال، وادي الشمال اهو منكمش على نفسه، يبقى ده رايت ولا ليفت هايبوجلوستال نيرف انجري. اديك ثلاث ثواني كده وبعدين اجاوب. برافو، الرايت سليم شغال وزق اللسان ناحيه الليفت، يبقى دي حاله ليفت هايبوجلوستال نيرف انجري. علشان الكيسز والام سي كيو ركز وخليك مصحصح، تمام؟ هايل يا شباب، هايل.
تعالى بقى نتكلم على تقسيمة النيرف سبلاي اوف ذا تانج، حاجة جميلة جدا. بس قبل النيرف سبلاي نتكلم على الارتريز. يا ترى مين الارتري الذي يغذي التانج؟ بلس سبلاي مين الارتري؟ فاكرين الاكسترنال كاروتيد ارتري؟ يا دكتور فاكرين ايام النيورو ساينس اول موديول خالص كان بيدي ثلاث برانشات فروم ابس انتيرور اسفل، حد فاكرهم؟ سوبيريور ثايرويد خدناه في الاندوكراين موديول، وفوق فيشيال خدناه في النيورو ساينس موديول. طب وفي النص كان في مين؟ كان في لينجوال، ادينا بناخده في الدايجستيف موديول. لينجوال ارتري يبقى الفيرست بارت بتاعه قبل الهايوجلوستس ماسل، ثم السكند بارت يمشي بين الهايوجلوستس والجينيوجلوستس، والترمينال بارت بتاعه يبقى رايح عند التانج. ده اسمه اللينجوال ارتري، بيدي برانشين مهمين جدا، الديب لينجوال برانش والدورسال لينجوال برانش، عشان يسبلاي الانتيريور سيرفيس والدورسال اوف ذا تانج. تمام؟ نفس الاسمين دول في اثنين فينز متسمين باساميهم. يبقى الفينوس درينج اول واحد اسمه ديب لينجوال فين، بيبدا من الانتيريور سيرفيس اوف ذا تانج. فاكرينه اللي كنا شايفينه على جانبي الفرينيوم اوف ذا تانج لما رفعنا لساننا لفوق وبصينا في المرايه؟ كان اسمه ديب لينجوال فين. يبدا في الانتيريور سيرفيس من عند التيب اوف ذا تانج، من الانتيريور سيرفيس يمشي 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 يقوم بعد بعيد عن التانج عشان يلتقي مع الصب لينجوال او يلتقي مع الصب لينجوال فين، يعني الفين اللي جاي من الصب لينجوال سيريفر جلاند عند الانتيريور بوردر بتاع الهايبوجلوستس ماسل عشان يعمل الفينا كوميتنس بتاعه الهايبوجلوستال نيرف، ويمشي هما مع الهايبوجلوستال نيرف سوبرفيشال للهايبوجلوستس ماسل. طب مين الفين الثاني؟ اسمه دورسال لينجوال فين. الدورسال لينجوال فين ده بيدرين الدورسم اند مارجنز اوف ذا تانج ويمشي ديب للهايبوجلوستس. خلي بالك الديب لينجوال فين بيبعد عن التانج ويمشي سوبرفيشال للهايبوجلوستس بعد ما يبقى اسمه فينا كومتانس اوف ذا هايبوجلوستال نيرف. اما الدورسال لينجوال فين بيمشي عند الديب سيرفيس اوف ذا هايوجلوستس علشان يروح يصب في الانترنال جاجولار فين. تمام يا شباب، نعتذر برضو عن العطل اللي حصل في الكونكشن ده. يبقى اذا انا عندي اثنين ارتري طالعين من لينجوال ارتري، دورسال ارتري لينجوال اند ديب لينجوال ارتري. عندي اثنين فين، ديب لينجوال فين مش على جانبي الفرينيوم، واما قابل السب لينجوال فين وعملوا فينا كومتنس اوف ذا هايبوجلوستال نيرف ومشوا سوبرفيشال تو ذا هايوجلوستس. بص معايا كده على الصوره اهو، الديب لينجوال متشاور على اللي هيمشي سوبرفيشال للهايوجلوستس. حلوه دي عشان ما ننساش، الديب هو اللي هيمشي سوبرفيشال هايوجلوستس بعد ما يبقى اسمه فينا كومتنس اوف ذا هايبوجلوستال نيرف. اما الدورسال لينجوال فين هو اللي هيمشي ديب للهايوجلوستس ويمشي برفقه اللينجوال ارتري ويروح يصب في الانترنال جاجولار فين. بعد كده تو فينز طبعا بيقابلوا بعض ويصبوا في الانترنال جاجولار فين. حلو قوي. طيب ايه رايكم في النيرف سبلاي اوف ذا تانج؟ حضرتك يا دكتور قلت لنا ان الانتيرو تو ثيرد طالعين من امبريولوجي مختلف واسمهم اورال بارت، مختلفين عن البوستيرور ثيرد اللي اسمه فارينجيال بارت اللي طالع من امبريولوجي مختلف. يبقى اذا النيرف سبلاي لازم وحتما يكون مختلف. فالانتيرو تو ثيرد لو هتكلم على جنرال سنسيشن هيبقى من اللينجوال نيرف. ده اللي جاي منين؟ ده علامه استفهام ايه؟ جاي من المانديبولر. طب لو كان تيست سنسيشن هيتشال على الكوردا تمباناي اللي هو احد برانشات الفيشيال نيرف. طب لو بتكلم على البوستيرور ثيرد خلي بالك جنرال سنسيشن وتيست سنسيشن جلوسوفارينجيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 9، لان البوستيرور ثيرد مش طالعين من الفيرست ارش، دول طالعين من الارش الثالث والرابع فارينجيال ارش. البوستيرور اند ورا خالص بقى جنب الايبيجلوتس كده اخر حته في التنج بياخد من الانترنال لارينجيال نيرف وبيجس جنرال وتيست سنسيشن ايضا. يبقى انت عندك البوستيرور ثيرد والبوستيرور اند سواء كان جنرال او تيست، البوستيرور ثيرد بياخد من جلوسوفارينجيال، البوستيرور اند بياخد من الفيجن. الانتيرور تو ثيرد هو اللي هيتقسم جنرال سنسيشنز لينجوال نيرف اند تيست سنسيشن كوردا تمباناي. وبفكرك تاني ان كل المسلز اوف ذا تانج سبلايد باي هايبوجلوستال نيرف اكسبت البلاتوجلوستس بتاخد منين؟
من الفيجو اكسسوري كومبلكس لما يتقابل الفيجاس مع الكرينيال اكسسوري نيرف والفارينجيال بلكسس. نبص كده على صور رائعه. بنفتكر مع بعض اللينجوال نيرف اللي كان جاي من البوستيرور ديفيجن اوف ذا مانديبولر وكان بيمشي نير تو ذا ثيرد مولر توث التحتاني وكان بيبقى دينجرس سايت ان ممكن واحنا بنخلع السنه دي بطريقه جامده شويه هوب نعوره. وكان مرتبط بالكوردا تمباناي وكان معلق الصم مانديبولر جانجلي. نفتكر مع بعض الهايبوجلوستال نيرف اللي رايح يغذي عضلات الطن اللي عمل كروسنج للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد واللوب اللي اتعملت باللينجوال ارتري وكان ماشي تحت البوستيو بيلي اوف دايجستري. اديني بفتكر معلومات اهو مع بعض بندردش. وادي تقسيمه النيرف سبلاي رائعه. الانتيريور تو ثيرد واخد جنرال سنسيشن فروم ذا لينجوال نيرف the branch of mandibular and special sensation from corda tympani بتاع الفيشيال. البوستيرور ثيرد واخد general and test sensation from the glossopharyngeal nerve. البوستيرور اند مع الابيجلوتس واخده من الفيجاس نيرف. جميل جدا. وادي العضلات كلها واخده من الهايبوجلوستال نيرف اكسبت البلاتوجلوستس ماسل واخده من الفيجاس والاكسسوري مع بعض اسمه فيجو اكسسوري كومبلكس. تمام. يتبقى لنا قبل ما نخلص الطنج يا شباب ما هو مسمى ب الليمفاتيك درينج اوف ذا تانج. عملت له رسمه هايله علشان خلي بالك في تريكات كتيره قوي. انتوا عارفين ان هم بيحبوا الليمفاتيك درينج وبيبقى مهم كلينيكالي عشان العمليات والاورام لا قدر الله والامراض المختلفه. قال لك لو هتكلم على التيب اوف ذا تانج فهقول لك انها هتصب بايلاترالي في السبمنتال لينف نود، يعني الشمال يودي شمال ويمين واليمين يودي شمال ويمين في السبمنتال لينف نود دي تيب اوف ذا تانج بس. لو هتكلم على السايدز اوف ذا تانج فده هيصب يونيلاترالي في السبمنديبولر لينف نود والديب سيرفايكال لينف نود وبالتحديد جوجلو دايجستريك وجوجلو اومو هايويد، يعني الليفت سايد اوف ذا تانج هيصب في الليفت سبمنديبولر سلفري جلاند سوري لينف نود. الرايت سايد اوف ذا تانج هيصب في الرايت سب مانديبولا لينف نود. يبقى التيب في السبمنتال بس بايلاترال. السايد في السب مانديبولا بس يونيلاترال، الشمال يروح شمال واليمين يروح يمين. طب ايه رايك في البودي بقى اوف ذا تانج؟ في السنتر اوف ذا بودي اوف ذا تانج ده برضه هيروح بايلاترال يمين وشمال للسب مانديبولا والديب سيرفايكال. للسب مانديبولا دي عشان كده عملوها لك باللون الاحمر برضه. اما البوستيريور اند اوف ذا تانج او بوستيريور ثيرد هيصب بايلاترالي في الديب سيرفايكال فقط. ماليش دعوه بالسب مانديبولر اللي هي الجوجلو دايجستريك والجوجلو هومو هايويد. وخليني اقول لك ان الفاينل ديستنيشن بتاع الليمفاتيك درينج اوف ذا تانج هيبقى الجوجلو هومو هايويد لينف نود هي اللي بيروح لها الليمف بعد ما يروح للسب مانتال والسب مانديبولر. او الرابعه عن قطع الاتصال. رجعنا تاني بعد ما خلصنا الحمد لله الليمفاتيك درينج. وكنت بقول اخر معلومه ان اخر ليمف نود بتستقبل الليمفاتيك درينج من الطنج هي الجوجلو اومو هايود ليمف نود. وعرفنا التريكه بتاعه ان التيب بايلاترال للسبمنتال السنتر بايلاترال للسبمنديبولر الباك بايلاترال للجوجلو دايجستريك والجوجلو اومو هايود. السايدز اوف ذا تانج بيصبوا يونيلاترال في السبمنديبولر. تمام. نرجع للرسمه ونتفرج عليها ونريح لو عايزين تاخدوا بريك. وانا لسه ما كملتش ساعه بس هخطف البلد بالمره عشان تبقى المحاضره دي الحمد لله جمعت لنا الاورال كافيتي والماوث والطنج والبلد، يعني جزء كبير جدا محاضرتين ثلاثه من اللي هتاخدوهم في الكليه ان شاء الله او محاضرتين بس. هنبدا كده مع بعض البلد واتمنى ان انتوا تكونوا ريحتوا شويه يعني او ممكن توقف التسجيل وتروح تعمل اي حاجه ممكن تعمل حاجه تشربها. بس اعتقد الامور سهله الحمد لله. احنا بنتكلم في عضلات مش صعبه، بنتكلم في اكشنز برضو بتاعت عضلات مش صعبه. البلد اصعب شويه من الطنج بس ان شاء الله هنخلصه هيبقى برضو لذيذ ما فيهوش برضو حاجات معقده قوي او ملعبكه قوي. ايه البلد ده؟ البلد ده بمنتهى البساطة هو سقف الحلق أو سقف الموت. The roof of the oral cavity proper الذي يفصل الأورال كافيتي عن النيزل كافيتي. نتفرج كده إزاي
اهو بص معايا كده، ذا بالات از ذا بارتيشن انترفينينج بتوين اورال كافيتي بيلو اند نيزال كافيتي اباوت. يعني بمنتهى البساطه ده الديافرام او الجدار الذي يفصل الاورال كافيتي عن النيزال كافيتي. يتكون من هارد بالات انتيريورلي اند سوفت بالات راشق فيه من ورا. كلنا لو فتحنا بقنا وبصينا برضه في المرايه او حسسنا بلساننا حتى هنلاقي ان الجزء الامامي من الروف اوف ذا ماوث هارد عظمه، اما الجزء الخلفي فهو سوفت اند موفابل في نفس الوقت. هنبدا بالهارد بالات يا شباب. الهارد بالات لو بصيت كده على الانتيرو بارت اوف نورما بيزاليس اكسترنا، فاكرينه لما كنا بنقول يتكون من هارد بالات، وكان الهارد بالات ده يتكون من البالاتاين بروسس بتاع عظمه المجزل، تعمل الايه اليمين مع الشمال كده يتقابلوا مع بعض يعملوا الثلاث ارباع الاولانيين anterior three fourths of the heart palate. ده palatine processes of maxilla. بروسس يجي بالعرض كده يقابل البروسس الثاني اللي بالعرض فيعملوا لي الثلاث ارباع الاماميين من الهارت بالات. وراه حاجه اسمها horizontal plate of palatine bone. horizontal plate of palatine bone. horizontal plate ده يجي قبل horizontal plate ده يجي فيعملوا لي الربع الخلفي posterior fourth of the heart palate. واخر جزء كده في الهارد بالات كنت بسميه البوستيرو نيزال سباين، كنت بسميه ايه؟ بوستيرو نيزال سباين. فاكرين؟ فاكرين يا دكتور؟ فاكرين النورمال زاليس اكسترنا ما تقلقش. طيب. It's bounded anterolaterally by the alveolar process of maxilla اللي شايل الاسنان، يبقى هو anterolaterally كده ده كل المنطقه دي اسمها alveolar process of maxilla اللي فيه الاسنان. قال طيب ده كلام قديم وشايفينه وعارفينه قبل كده. لو بصيت على الميوكوزا بتاعته هنلاقيها فيها تعريجات، هذه التعريجات اسمها روجي، ده بالاتاين روجي، وفي في النص كده رافي محترم اسمه بالاتاين رافي. يبقى ادي العظم غطيناه بميوكوزا، هذه الميوكوزا كانت سكند في الميدل لاين بحاجه اسمها رافي، وكانت معرجه كده على الجنبين بحاجه زي الارفف كده سميناها روجي. كلنا لو فتحنا بقنا وبصينا في المرايه هنشوف الحاجات دي. طبعا البوستيرور بوردر بتاع الهارد بالات اللي فيه البوستيرور نيزال سباين شايفه كونتينوس مع هذا السوفت بالات، كونتينوس مع السوفت بالات. لو بصيت قدام ورا الانسايسور تيس على طول ورا الابر انسايسور تيس هلاقي في حاجه اسمها انسايسف فوريمن. انسايسف فوريمن ده بيعبر فيه النيزو بالاتاين نوز and the greater palatine vessel. بينزل منه ويدخل في ال greater palatine vessel and nasal palatine nerve. تمام؟ حلو. طبعا نيزو بالاتاين نيرف ده كان احد برانشات السيرجو بالاتاين جانجليون لو تفتكر ايام النيورو تايمز وايام الاوتونوميك سبلاي اوف ذا نيك، وكان ينزل من النيزال كافيتي يروح على البلت عشان يسبلاي هذا البلت. والجريتر بالاتاين فيسلز كانت بتعدي كده تمشي على الهارد بالات وتخش من هذا الفورامن عشان تغذي النيزال كافيتي. ايام زمان ايام زمان فكر مع بعض. طيب الهارد بالات بقى لو كملت ايه النيرف سبلاي بتاعه وايه البلاد سبلاي بتاعه؟ لسه قايل لك جريتر بالاتاين ارتري طالع من الثيرد بارت اوف ماكزيلري ارتري يمشي 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 وبعدين يوم داخل في هذه الانسايسف فوسا اند فوريمن عشان يخش على النيزل كافيتي يغذي الجزء بتاع النيزل كافيتي. ارجع بقى في السبيشال سنس وراجع هو كان بيغذي انهي جزء او انهي كوادرنت بالظبط. تمام؟ وهذا الجريتر بالاتاين ارتري بيدي لسر بالاتاين ارتري يرجع لورا يغذي السوفت بالات. حلو. اما الفينس درينج بتاعه هيروح يصب في التريجويد فينس بلكسس النيرف سبلاي اكيد نيزو بالاتاين نورف وجريتر بالاتاين نيرف. النيزو بالاتاين نيرف اللي قلت لك نازل من النيزال كافيتي وغذى الانتيرو بارت بتاعه اهو، اما الجريتر بالاتاين نيرف جاي دخل من الجريتر بالاتاين فورامن اللي موجود ورا ومشي وغذى البوستيرو بارت اوف ذا هارت بالات. الاثنين دول يا شباب برانشات من التيرجو بالاتاين جانجليون. سي بي 4 روح راجع البرانشز اوف ذا تيرجو بالاتاين جانجليون كويس لو كنت حاسس انك ناسيها او مش فاكرها كويس. كانت بتدي نيزال برانشز وكانت بتدي بالاتاين جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين، فطبعا نصيب الجريتر بالاتاين هيروح للهارد بالات الليسر بالاتاين هيرجع للسوفت بالات. الصوره دي رائعه. كده خلصنا الهارد بالات بذمتكم صعب سهل قوي يا دكتور سهل جميل. نورمال زالس اكسترنا على خفيف كده مع شويه نيرفز. طيب
لو جينا بقى اتكلمنا على السوفت باليت، قال لك بمنتهى البساطه السوفت باليت ده هو الماسكولار اند موفبل بارت اوف ذا باليت، ماسكولار اند موفبل في نفس الوقت بارت اوف ذا، شايفه شايفه متعلق ازاي في الهارد باليت يا عيني. الانتيرور بوردر بتاع السوفت باليت راشق في البوستيرور بوردر بتاع الهارد باليت. اذا كان الهارد باليت بيفصل الاورال كافيتي عن النيزال كافيتي، فالسوفت باليت فيه جزء منه الجزء الخلفي يفصل النيزوفارينكس عن الاوروفارينكس. طيب له اثنين بوردرز، واحد قدام او سوبيرور، واحد ورا او انفيرور. له اثنين سيرفيسز، اورال سيرفيس لتحت ونيزال سيرفيس لفوق. له اثنين ارشز طالع منه عضلتين عاملين اثنين ارشز، بلاتو جلوسال اند بلاتو فارينجيال لو تفتكر معايا لما كلمتك على الاورال كافيتي. الانتيريور بوردر ساعات بيسموه السوبيريور بوردر بحيث ان هو متعلق لفوق، يعني ماسك في البوستيريور بوردر اوف هارد باليت زي ما انت شايف اتاتش تو اي بوستيريور بوردر اوف هارد باليت. الانفيريور بوردر او البوستيريور بوردر او انفيريور يعني موجود في نصه مين؟ اليوفيولا. ما هذه اليوفيولا؟ عباره عن فايبرو ماسكولار ماس كده هانجنج من السنتر اوف ذا بوستيريور بوردر اوف ذا سوفت باليت. يبقى الانتيريور بوردر راشق في البوستيريور بوردر اوف هارد باليت، البوستيريور بوردر متعلق ورا هانجنج وفي في النص اليوفيولا. الاورال سيرفيس بتاعه او الانتيريور سيرفيس از كونكيف اهو عامل سقف الاورو فارينج، اما البوستيريور او السوبيريور سيرفيس بتاعه عامل الفلور اوف ذا نيزو فارينج ده بيبقى كونفكس اهو زي ما انت شايف كده اهو. واخيرا الاثنين ارشز زي ما انت شايف. البلاتو جلوستال ارش ده معمول بالعضله اللي جايه من السوفت بلات ورايحه للسايد اوف ذا تانج في الجنكشن اللي بين انتيريور تو ثيرد وبوستيريور ثيرد. وراه في البلاتو فارينجيال فولد او ارش اللي معمول بالبلاتو فارينجيال ماسل اللي جايه من السوفت بلات ورايحه للفان. واتفقنا ان بين الاثنين ارشز في البلاتاين تونسلز موجوده في التونسلر فوسطا على السايد اوف ذا اوروفان زي ما انت شايف. يبقى بمنتهى البساطة طول ما انا anterior to the palatoglossal arch انا في الاورال كافيتي بروبر، طول ما انا posterior للبلاتوجلوستال ارش فانا في الاوروفان. سهلة كده؟ جميل. تعالى بقى للعضلات بتاعتنا. يحتوي السوفت بلات على مجموعة من العضلات 4 أو 5، تعالوا كده نسميهم. واحدة بتعمل تنشن في البلد اسمها تنسور بلاتاي، سمعنا اسمها لما اتكلمنا عن المانديبولار نيرف. واحدة بتعمل اليفيشن للبلد اسمها ليفيتور بلاتاي. واحدة طالعة من البلد ورايحة للتنج اسمها بلاتو جلوستال. واحدة طالعة من البلد ورايحة للفارنج اسمها بلاتو فارنجي. واحدة خارجة من البلد ورايحة لليوفيولا من ورا اسمها ماسكولاس يوفيولا او ماسكولاس يوفيولي. يعني بمنتهى البساطة هذا السوفت بلت نازل عليه عضلتين من فوق تنسور اند ليفيتور بلاتا، خارج منه عضلتين لتحت بلاتو جلوسوس اند بلاتو فارينجيس. ماشي فيه عضله ماشيه من قدام لورا ورايحه لليوفيولا اسمها ماسكولاس. حلوه دي، اتنين فوق واتنين تحت واحده من قدام لورا. يا سلام، اتنين فوق واتنين تحت واحده ماشيه فيه شخصيا رايحه لليوفيولا. يلا نكتبها مع بعض. اتنين جايين من فوق تنسور بلاطاي وليفيتور بلاطاي جايين من البيز اوف ذا سكال، اتنين نازلين منه لتحت بلاتو فارينجياس وبلاتو جلوس، واحده ماشيه فيه من قدام لورا شخصيا هو شخصيا طالعه منه ورايحه تمسك اسكلاس يوفيلا. حلوه. نبدا بقى بالتنسور بلاطاي. هذه التنسور بلاطاي بتخرج من حته اسمها سكافويد فوستا. هي مين السكافويد فوستا؟ بص معايا كده على الجزء ده، ده الجزء بتاع البوستيريور بارت بتاع النيزل سيبتوم، والجزء بتاع الميديال تيريجويد بليت واللاترال تيريجويد بليت. كان الميديال تيريجويد بليت البوستيريور بوردر بتاعه فيه فوستا اسمها سكافويد فوستا، وكان نازل تحت مديني خطاف اسمه تيريجويد هاميولوس. فاكرين؟ حاولوا بقى تفتكروا نورمال فاليس اكسترنا بقى، ما ينفعش تبقوا مش فاكرينها كده. فالتنسور بلاطاي بمنتهى البساطة هتخرج من هذه السكافويد فوستا ومن الكارتلج بتاع الاوستيكيان تيوب اللي خدتها في السبيشال سنسوري موديول، وتنزل تلف على التريجويد هاميولس وتروح ميديالي. تنزل تلف على التريجويد هاميولس وتروح ميديالي، يبقى دي اليمين.
الصورة دي أنا باصص عليها يا أولاد شمال ورا، يعني إيه شمال ورا؟ يعني باصص من البوستيريور ليفت سايد أوف ذا سكال، وباصص على السوفت بالات من فوق اللي نازل مدلدل باليوفي لو شايفينه، وفاصل النيزوفارينكس على الأوروفارينكس، واللي ورا اللي بالأخضر ده الفارينكس شخصيًا. سوبيريور كونستريكتور أوف ذا فارينكس. حلو. يبقى التنسور بالاتاي جاية من فوق من الميديال تريجويد بليت ومن الاوديتوري تيوب ولفت على التريجويد هاميولس وراحت ميديالي، زميلتها الثانية جت من الناحية الشمال ولفت على التريجويد هاميولس وراحت ميديالي، وقاموا الاثنين شادين في بعض، عملوا واتس كولد بالاتاين ابونيروزز. يبقى طلعت من التريجويد من السكافويد فوسطة لفت على التريجويد هاميولس مشيت ميديالي عشان تعمل مع زميلتها الثانية البالاتاين ابونيروزز، والاثنين يشدوا على بعض، دي تشد من هنا ودي تشد من هنا، فيعملوا تنشن في البلد، وهذا التنشن يؤدي الى ديبريشن زي حركه الديافرام كده بالظبط، لما كل الكوبيولو اوف ذا ديافرام يمسكوا في السنترال تندون ويشدوا على بعض يقوم الديافرام يتشد وينزل لتحت في نفس الوقت، فيبقى كده برضو التنسور بلاتاي اليمين مع التنسور بلاتاي الشمال يشدوا البلد فالبلد ينزل لتحت، يعملوا تنشن وديبريشن في نفس الوقت للبلد during deglutition، يضغط على البوستيريور اند اوف ذا تانج عشان البولس تعدي في الفم، وفي نفس الوقت لو شدت على الكارترج بتاع الاوديتوري تيوب هتفتحها، تفتحها امتى؟ لما يكون في انسداد فيها، علشان كده لما بيكون عندنا انسداد في ودننا وعندنا برد يقول لك اندوغلبان، او تلاقي نفسك كل شويه عايز تتساوب او تفتح بقك عشان ودانك تسلك، او تقول لك اديني البان انا عايز انضغ لبان، انا مش بنضغ لبان كده يعني منظره، انا بنضغ لبان علشان مع المضغ ومع بلع ريقي مع مضغ اللبان بفتح الاوديتوري تيوب عشان التنسور بلاطاي بتشتغل. العضله اللي بعدها عكسها تماما اسمها ليفيتور بلاطاي، طالعه برضو من الاوديتوري تيوب وطالعه من الانفرا تمبرال اسبكت بتاع البيتريوس بار، ايه المشكله يعني النت بيقطع ويجي تاني بسرعه. نفتكر مع بعض ان انا عندي الليفيتور بلاتاي طالعه من الاوديتوري تيوب ومن الانفرا تمبرال اسبكت بتاع البيتريوس تمبرال بون، وهي عكس التنسور في ايه؟ في انها بتنزل وتمسك في البلد من فوق، تمسك في البلاتاي بنوز من فوق، ولا بتلف ولا بتشد، يبقى الاكشن بتاعها اليفيشن، اليفيشن اوف ذا بلد، وهذا الاليفيشن ممكن يبقى مصاحب معاه ان انا لو شديت لتحت على الاوديتوري تيوب افتح برضو الاوديتوري تيوب، ويبقى واضح جدا زي ما انت شايف ان الاوديتوري تيوب تقع بين عضلتين، تنسور بلاتاي قدام وليفيتور بلاتاي ورا، تنسور بلاتاي ميديال وليفيتور بلاتاي لاترال، شايف المنظر ده؟ منظر جميل. يبقى الاثنين لو انقبضوا هيشدوا الكارتلج لبره فالاوديتوري تيوب تتفتح ويحصل الايكولايزيشن اوف ذا بريشر اون ايذر سايد اوف ذا درام، واحس ان وداني سلكت. خلي بالك انها لما ترفع السوفت بلد فوق والورا هتستفيد انها هتقفل النيزو فارينج، فهتمنع دخول الاكل في الانف وانت بتبلع. يبقى التنسور بلاتاي كانت بتشد على البلد وتنزله لتحت عشان تساعد على الضغط اجينست ذا تانج فالاكل ينزل في الفان. اما الليفيتور بلاتاي فكانت بترفع البلد في مرحله معينه من مراحل البلع عشان تقفل النيزو فارينكس من ورا فالاكل ما يخشش في الانف. بعد كده عندي عضلتين نازلين، واحده من البلات للفارينكس واحده من البلات للطنج. البلاتو فارينجيس هتطلع من الابر سيرفيس، من الابر سيرفيس اوف ذا بلاتاين ابونيو. بص احنا بنبني العضلات فوق بعض ازاي، انا بدات الاول بالتنسور بلاتاي، جيت بعد كده حطيت فوقيها الليفيتور بلاتاي، جيت بعد كده خدت من الابر سيرفيس والبلاتاين ابونيروزز نزلت بعضله يمين وعضله شمال كده عشان اروح امسك في البوستيريور بوردر بتاع الثايرويد كارتريدج، وتبقى وظيفتي ان انا ارفع اللارينج بالثايرويد كارتريدج ديورنج مرحله معينه في البلع عشان اقفل اللارينجيال انلت والاكل ما يخشش الحنجره. ونفتكر انها بتعمل لي الارش اللي اسمه بلاتو فارينجيال ارش، شايفينه اهو، واحده يمين واحده شمال جايه من الابر سيرفيس اوف ذا بلاتو، اهي الصوره ما بتكذبش.
اللي بعدها على طول اللي شبهها اسمها بلاتو جلوسس، شبهها في انها نازله لتحت برضه، ولكنها جايه من الاندر سيرفيس، من الاندر سيرفيس اوف ذا سوفت بالات، مش من الاباف سيرفيس، لا جايه من الاندر سيرفيس ورايحه تمسك في السايد اوف ذا تانج في الكونكشن زي ما قلنا اللي بين الانتيريور تو سيرفيس والبوستيريور سيرفيس، وتعمل لي البلاتو جلوسال ارش زي ما اتفقنا اهو. وخلاص بقى مش هوريك الارشز دي، خلاص حفظناها وعرفناها، وعرفنا يعني ايه اورال كافيتي مفصول عن الاوروفارينكس وهكذا. وعرفنا كمان ان اخر عضله اللي هي الخامسه طالعه من البوستيريور نيزل سباين اللي هو البوستيريور بوردر بتاع الهارت بلت، وماشيه في السوفت بلت في الميدل لاين عشان تروح تمسك في اليوفيولا، تعمل ريتراكشن واليفيشن في اليوفيولا، فتتخن المنطقه الوسطانيه او الميدل لاين بتاع البلد، فيخلي بقيه العضلات تقدر تشتغل عليه وتحركه كويس. تمام يا شباب؟ تمام جدا. ادي العضلات بتاعت البلد. الحمد لله مفيش اكسترنسك وانترنسك، هم كلهم اكسترنسك. تمام؟ كل المسلز اوف ذا بلد ار سبلايد باي فيجو اكسسوري كومبلكس، ممكن تقول ثرو فارينجيال بلكسس، تقول فيجاس نيرف اند كرانيال اكسسوري، او كرانيال اكسسوري لما يقابل الفيجاس، كله صح ما عدا السنسور بالاتاي ماسل اللي كانت بتاخد من الترانك بتاع المانديبولار نيرف عن طريق نيرف اسمه ايه؟ ثرو، ها سامع واحد بيقولها لسه فاكر نيورو ساينس، ثرو نيرف تو ميديال تريجويد اللي كان بيغذي تنسور وتنسور، تنسور تمبناي وتنسور بالاتاي. هفكرك ان النيرف سبلاي بتاعنا سنسوري نيرف سبلاي جنرال سنسيشن من الليسر بالاتاين نيرف، وده كان احد برانشات السيرجو بالاتاين جانجلون اهو الصغنن ده اللي هو اخو الجريتر بالاتاين، الجريتر بالاتاين راح للهارت بلت لكن الليسر بالاتاين رجع لورا. وخلي بالك ان في جزء من التيست سنسيشن بيحمل على الجريتر بتروزال نيرف بتاع الفيشيال نيرف، جريتر بتروزال نيرف فور تيست سنسيشن. وطبعا احنا خدنا في النيورو ساينس موديول التيست سنسوري او في السبيشال سنسور موديول خدنا التيست باثواي بالتفصيل، ومش غريب عليكم انك تعرف ان في تيست موجود في السوفت بلت بيتشال على الجريتر بتروزال نيرف، ومش غريب عليك انك تعرف ان في تيست موجود في الابيجلوتوس كان بيتشال على الفيجاس نيرف، ومش غريب عليك التيست بتاع التانج انتيرو تو ثيرد وبوستيرو ثيرد، انتيرو تو ثيرد كوردا تمباناي بوستيرو ثيرد جلوتوس. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب، حلو قوي. طب بقى البلاد سبلاي او الارترز اللي بتغذي البلت عامه، احنا خدنا ان في جريتر بلاتاين ارتري طالع من الثيرد بارت اوف ماكسيلري كان بيغذي الهارت بلت، طب ما هو برده هيغذي السوفت بلت. جريتر بلاتاين اللي طالع من الثيرد بارت اوف ماكسيلري اللي هيدي ليسر بلاتاين عشان يغذي الهارد والايه والسوفت بلت. الارتري الثاني اسمه اسندنج بلاتاين، ascending palatine ده برانش من مين؟ من الفيشيال ارتري. ادي الفيشيال ارتري طالع منه برانش اسمه ascending palatine رايح للسوفت بالات برضه. البرانش الثالث ذا بالاتاين برانش اوف ذا ascending pharyngeal. الاسندنج pharyngeal ده كان الشريان الوحيد اللي طالع من الميديال سايد اوف ذا اكسترنال كاروتيد. نرجع تاني نفتكر الاكسترنال كاروتيد، ثلاثه طلعوا من قدام واثنين طلعوا من ورا وواحد طلع من الميديال اسبيك اللي هو ascending pharyngeal. هذا الاسندنج فارينجيال يدي بالاتاين برانش نميت اهو يغذي برضو السوفت بلت. نيجي ليه الليمفاتيك درينج، كده عرفنا النيرف سبلاي جنرال سبيشال سنسيشن، وكده عرفنا الارتريز. الفينز هتروح للتيريجويد فينوس بلكسس، والليمف درينج هيروح للابر ديب سيرفايكال اند ريترو فارينجيال ليمف نود، ابر ديب سيرفايكال اند ريترو فارينجيال لينث نود. تمام يا شباب، الدنيا عامله ايه؟ انا عارف ان المحاضره طولت معلش، بس محاضره قيمه كده. نبقى خلصنا الاورال كافيتي از جنرال اوفر فيو بالسيول اند اورال كافيتي بروبر. دخلنا بعد كده على الفانج، عرفنا الماسكليتشرز والنيرف سبلاي بتاعه، وعرفنا التريكه بتاعت الانتيرو تو ثيرد والبوستيرو ثيرد. ربطنا بعد كده المعلومات اللي قلناها في التانج بالبلد. افتكر معايا ان انا قلت شويه تريكات، all muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerves except all muscles of the palate are supplied by accessory and vagus nerves except، و التريكه بتاعت الاثنين ارشز، وقسم العضلات بتاعت التانج اكسترنسك، اثنين جايين له من فوق واثنين جايين له من تحت يبقى اربعه،
وانترنسك اربعه برضو، اثنين لونجيتيودنال واحده ترانسفيرس واحده فيرتيكال. بالنسبه لعضلات البالات اثنين نازلين من فوق تنسر وليفيتور، اثنين نازلين منه رايحين لتحت بالات جلوسس وبالات فارينجيس، والخمسه ماشيه فيه شخصيا رايحه لليوفيولا.